السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وراك عم شيركم. الله يبارك فيك لالا. الله يدخل عليكم حول هنا. اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. عفاك يا دكتور، عندي واحد جوج أسئلة. إيه لالا. ولكن في الدين، ولكن قبل نهضر معك على واحد خويا. إيه. يقرأ مسكين عند داير لافاك، خذ الباك حر. نعم. وكمل في لافاك مسكين، وكي مرت مسكينة اختار أدب فرنسي وقدبة عنده العام الثاني. إيه. وكي تعدبوا الولاد زعما أكثر من البنات في هذا العام جامعة رمضان، عام الأول ما كانش رمضان، كي تعدبوا مساكن. نعم. مسكين عدب كي دار الامتحانات زعما آخر الحلقة، ودعي معاه الله يسهل لي يا رب. الله يسهل لي في شيخ ديما. يا رب يا كريم، يا رب يا رحمن يا رحيم. فيتعذبوا الولاد اكثر من البنات مع الصيام امتحانات رمضان. فين مقيم هو؟ يا فين مقيم؟ واش مع العائله ولا في الحي الجامعي؟ لا غاب وحده، غا كاري مسكين. غا كاري. غا كاري بوحده، وتيطيب بوحده، وتيتعذبوا شويه الولاد على البنات ماشي بحال. الو. نعم لا اله الا الله. يا رب يا كريم. يا رب يا كريم. ووجد واحد الاسئله الله يخليك. إيه؟ دابا اذكار الصباح واذكار المساء زعما الوقت ديالهم فوقاش، واش في الصباح من الفجر حتى لينا وقت، وديال المساء من المغرب ياك. إيه لالا. وبحال واحد الدعاء بحال هكا ملي كتضاعف لينا الحسنات كنقولوا هكا سبحان الله، هذا في الذكر، في الذكر نقولوا سبحان الله ملء ما خلق، وديك الكلمات الاخرين ما عقلتش. ملء ما خلق. نعم نعم. وفي اخر الحلقه دعي مع خويا الله يعطيك الصحه، الله يسهل عليك يا دكتور، الله يعطيك منويل. وخال الحنان، شكرا لك لالا. شكرا لك. وهذه فرصه نذكر بان الناس اللي هما يا طلبه جامعيين، كل اللي هو محظوظ كيجلس مع العائله ومع الاحباب وكيكون في وضعيه مريحه، كيلقى الميمه والخواتات والاب الحنون، كل شيء الاجواء الظروف مواتيه، انه باش يصوم رمضان ويدوز الامتحانات ويحضر. وكاين اللي هو يا نصف محظوظ كيكون في الحي الجامعي، كيلقى الاداره ديال الحي الجامعي كتوفر ليه الطعام والشراب والمبيت، ولكن كيشعر بالغربه والبعد عن العائله والاحباب. ولكن اللي هو صعيب بزاف هو اللي حتى الاداره ديال الحي الجامعي ما قبلتوش، اما بعامل الاكتضاض، واما بعامل بان عنده مدخول يقدر يعتمد على نفسه، والديه يقدر ينفقوا عليه، فكيضطر انه يكري. طالب صغير عنده 18 عام 19 20 سنه وكيكري، وحتى هو كيدير الجميله، وحتى هو كيجيب البوطا، وحتى هو كيبدي يصبن، كيلقى صعوبه كبيره انه الغربه على العائله والاحباب، ثم الاعتماد على النفس، وفي رمضان كيلقى مشقه زائده. هنا كيجوا اهل الخير كيديروا موائد الافطار في رمضان. الحمد لله بلادنا فيها هذه النعمه العظيمه اللي كنفتخروا بها، ولو ان هذه السنه كان فيها نوع من التضييق مخافه ان يتم استغلال الموائد الافطار لاغراض انتخابويه، ونحن على ابواب الانتخابات التشريعيه، فكان نوع من التضييق. لكن على كل حال باقي الخير موجود، وكنتمنوا الخير يبقى، ما ندخلوش السياسه في الدين، نخليو الدين هكذا فيه الرحمه وفيه تجليات عطاء الله تعالى. موائد الافطار في رمضان كيستفدوا منها هاد الطلبه اللي هما جامعيين، اللي هما يا بعاد على العائله والاحباب، مغربين، وكذلك كل عابر سبيل. وطلبوا الله تعالى اختي حنان ان هذا الاخ الفاضل انه ربي يوفقه ويوفق جميع الطلبه والتلاميذ في الامتحانات ديال هذه السنه. رمضان ما نخافوش، ما نقولش بان الصيام راه المدارك غتوقف، لا، راه في رمضان في تاريخ الاسلام وقعت فتوحات عظيمه. فتح مكة وقع في رمضان، غزوة بدر الكبرى التي حقق فيها المسلمون أعظم انتصار كان في رمضان، ومعظم الإنجازات الكبرى التي تمت في تاريخ الإسلام كانت في رمضان والناس صائمون. فلماذا نهول نقول للتلاميذ ديالنا والطلبة
راه عندك الامتحان راه ما تقدرش تصوم، بالعكس نشجعوه. راه كان أسامة رضي الله عنه عنده 17 سنة وكان قائد جيش في رمضان يقود جيشا عظيما وأقام الفتوحات، هو بقي مازال مراهق 17 سنة. فلماذا نخوف أبناءنا وطلبتنا؟ نقول لهم نهار رمضان ما يمكنش تدوز الامتحان، نقول لهم بالعكس وانت صايم غتوقع لك البركة وربي غادي يعاونك وغيفتح لك باب الفرج وتحضر المعلومة وغيسر لك الله تعالى في الإجابة ويكون نجاح حليفك بإذن الله. فاطلبوا الله تعالى يكمل الرجاء للجميع. وبالنسبة للأسئلة الفقهية لاله حنان، الأذكار ديال الصباح والمساء هذه وصية نوصوا بها أنفسنا أولا ثم جميع السادة المستمعين. اللي بغي يعيش حياة طيبة، اللي بغي يعيش في كنف الرحمن، اللي بغي يتمتع بالضيافة ديال الرحمن في الأرض قبل الجنة، ما عليه إلا يواظب على أذكار الصباح والمساء. سو سون دي فيتامين، هي فيتامينات، هي مقويات ملي كتاكلها في الصباح والمساء بحال الإفطار بحال المواد الغذائية، كذلك الأذكار. إلا قلتي الأذكار في الصباح وفي المساء غتكون أسعد خلق الله. كنلقاو بعض الناس كيهتموا كثير بالرياضة والفتنس ورشاقة الجسم، وكيهتموا بنظام غذائي متوازن خالي من الكوليسترول وخالي من السكريات وخالي من كذا، وكينساو بأن ومع ذلك كنلقى عندهم شقاء. كياكل مزيان، كيتريض مزيان، كيقلب على فن الحياة ولكنه شقي. علاش؟ لأنه ما كملش طريق، الطريق ديالو باش يكملها خاصو الأذكار ديال الصباح والمساء. حنا عندنا أجسام ثلاثة، عندنا جسم عضوي وجسم نفسي وجسم روحي. فهو كيهتم بالجسم النفسي السيكولوجي والجسم العضوي، وكينسى الجسم الروحي اللي هو خصو الأذكار ديال الصباح والمساء. الوقت ديالها كيبدا منذ شروق الشمس، كيبدا أذكار الصباح وتستمر، إما نقولها مع الخمسة الصباح، إما مع الستة، إما مع السبعة، تستمر أذكار الصباح حتى الزوال، حتى 12 النهار، كل هذا كيتسمى أذكار الصباح. ولكن كلما أديتها في أول الوقت كان أفضل وتأثيرها أعظم وأعمق. أما أذكار المساء فكتكون بعد غروب الشمس، بعد المغرب، وتستمر أيضا إلى منتصف الليل، نصف الليل و12 الليل. والإنسان إذا قدر الله تعالى أنه ما قالهاش راه على مدار 24 ساعة يقولها، يقولها كاملة 24 ساعة، لأن أبواب رحمة الله لا تغلق. ما كاينش شي وقت معين ذكر الله تعالى كيكون ممنوع فيه. نعم الصلاة عند أوقات معينة وأوقات ممنوع أصلي، عند شروق الشمس وعند غروبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غربت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. هذا أوقات فيها المنع، عند شروق الشمس وعند غروبها ما نصليش، لكن الذكر على مدار 24 ساعة. أذكر الله تعالى ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا، إنسان يذكر الله في كل وقت وحين. أما اللي قلتي أختي حنان سبحان الله ملء السماوات والأرض، هذه كتسمى بالعدد، أنني كنقول واحد ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، شحال نقول 100 مرة؟ لا قلت 100 مرة، كاينه طريقه نقولها غير مره، حسن لي من 100 مره، بل حسن لي من 1000 مره، بل حسن لي من مليون مره، الى قلت ما يسمى بالضرب في العدد. غنقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته. هذه وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتقول ذكر واحد ولكن كتضربه في الانفيني، في اللانهائي. كتقول عدد خلقه، شحال خلق الله في الأرض وفي السماء والبحار والغابات، حيوانات، جن، ملائكة، نباتات، مخلوقات لا تعد تحصى. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه حتى يرضى جل جلاله، ومداد كلماته، مداد الكلمات، لو كانت مداد كلمة الله تعالى في البحار كلها لانقضت البحار وبقت كلمة الله تعالى، بل سبعة أبحر تنفد ولا تنفد كلمة الله. وزينة عرشه، عرش الرحمن هو أكبر من هذا الكون الفسيح، هو أعظم شيء في الوجود، لأن كاين المجموعة الشمسية والمجموعة الأفلاك ثم كوكب التبان الأعظم الذي يضم أكثر من 100,000 مجموعة شمسية. هذه المجموعة اللي عندنا احنا في الشمس، عندنا الشمس والقمر والنجوم والكواكب اللي هم 11 كوكب،
اللي قال فيهم الشاعر: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. هاد الكواكب كلها فيها مجموعة شمسية، وهاد المجموعة الشمسية إلى خرجنا منها غادي نلقاو مئات الألاف، مئات الألاف كتسمى كوكب تبانة. كوكب واحد يضم مئات الألاف من هذه الشموس والأقمار والأراضين. وهذا كوكب تبانة كيبان مثل الذرة أمام كواكب أخرى، عوالم لا نهاية لها، سبع سماوات. ماشي السماء هي اللي كنشوفها بعيوننا، هذا كيتسمى الغلاف الجوي، لكن السماء هي أعظم وأكرم، وغتبقى كتصعد إلى الأعلى حتى كتلقى عرش الرحمن. كتقول مداد كلماته وزنة عرشه، عرش الرحمن وأعظم. فهذا كيتسمى في العدد إنسان كيقول هذا الكلام اللي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاين بعض الصالحين اللي هم مهتمين بالأذكار زادوا أشياء أخرى، كيقولوا عدد حروف القرآن، عدد النجوم في الكواكب، عدد كذا عدد كذا. هذا كله كيتسمى نوع من الإكثار في الذكر، كله جائز مادام في الأصل ديال الذكر هو التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وغير ذلك. فالله يتقبل منا ومنكم، لالا حنان من مكناس. ونعود مرة أخرى إلى مراكش مع أختنا فاطمة الزهراء. السلام عليكم يا بنتي. كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. عمي الحاج انا فرحانه بزاف، حبيت ندوي معاك اليوم في قلبي شاده الخلعه. الله يحفظك يا بنتي، الله يسعدك ويرفع مقامك لالا. مبارك الله يشرك يا عمي الحاج. الله يبارك فيك وبارك الله يشرككم انتما كذلك. قولي فاطمه الزهراء، انتما في مراكش، في مراكش الفطور ديالكم ربما متميز، اش كديروا في الفطور ديالكم في الحريره في المائده؟ عمي الحاج الحريرة ايه، والسمن والبغرير ايه، والعصير والحلوى والتمر ايه. نحت واحد 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 الحد في هذا رمضان جابني الله تعالى لمراكش وفطرنا تما مع شي احباب ديالنا، ولقيت واحد الحريرة عندهم متميزة ما كاينش لها مثيل. حريرة تبارك الله كتصوب بالتوابل، داكشي ممتاز، هذه نعمة، نعمة عطاها الله لأهل مراكش. عمي الحاج لا هذه المرات مرحبا بك عندنا. الله يفتح عليك يا بنتي، الله يعطيك الخير والبركه. انا عجبني في مراكش اكثر بعد الافطار الناس خرجوا للتراويح، خرجوا رجال والنساء وعائلات كلهم ومشوا للمسجد ديال الكتبيه، مسجد ديال ساحه الفناء، والدنيا عامره بالقران الكريم والذكر، والسياح تابعينهم كيصوروا، سياح نصارى جاوا من السويد، من فنلندا، من امريكا، من دول كثيره. شوف ذاك المشهد ديال النساء غادين، واحد التعايش، تعايش سلمي رائع في هذا البلد الامين. الحمد لله. سعدتكم اهل مراكش، سعدتكم لالا. مرحبا بك عمي. الله يبارك فيك يا بنتي. عمي الحاج. نعم لالا. بغيت نسولك على خويا عنده 13 سنة. ايه. وبنسولك شو صام ولا لا، حيت صام غير أول نهار في رمضان. نعم. ولكن ما قدرش يكمل. دابا بنتي في الشريعة الإسلامية ما عندناش حنا سن معين، واش 11 عام، 12، 13، 14، 15، ما كاينش السن، وإنما كاين علامات البلوغ. هذا الأخ ديالك واش ظهرت عليه علامات البلوغ؟ عمي الحاج. نعم، كنلقاو ربما الصوت ديالو كيتبدل شويه، في علامه الرجوله، الحنجره ديالو كتبع واحد العظم في الحنجره، ربما الشعر ينبت في الابط وغير ذلك من الامور المعروفه علامه البلوغ. الى عنده علامه البلوغ خصيصهم، لكن اذا شق عليه الامر، اذا شق عليه الامر هو خصو في الاول يصوم. والديه يقول لي خصك اولدي تصوم ويتسحر حتى هو مع الكبار، وفي الصباح يكمل الصيام. الى قدر الله تعالى تعب وما قدرش يكمل، ديك الساعة الله تعالى يسرها، قال ليه افطر ذاك النهار، يفطر ويحسب ذاك النهار في العنق ديالو حتى يدوز الأيام ويتقوى، وديك الساعة يرد ذاك النهار، يحسب تحسب مع الميمة ديالو ولا الأب ديالو ولا خوه الكبير، يقول عندك هذا النهار كيتسالك، والغد ليه عاوتاني ينوي الصيام، غدا في الصباح يعاود ينوي الصيام ويصوم. إلا قدر أنه يكمل مزيان، إلا شاف راسه بأنه متعب ديك الساعة عاوتاني يسجل ذاك النهار. داز واحد ثلاث أيام ديما متعب، ديك الساعة كنقولوا هذا لا يستطيع الصيام، غادي يكمل الإفطار ديالو، ولكن غنقولوا له راه الأيام راه هي في عنقك، ملي تكبر إن شاء الله تعالى وتسترجع القوة ديالك وتكون في وضعية سليمة غتصوم ديك الأيام. ولكن إن شاء الله تغاب الشجاعة، إلا شجعنا وليداتنا حنا كنشجعوهم وكنقول لهم غير نلهيو بالألعاب،
يلعب ويضحك مع صحابه ويقول له قرب المغرب حتى يجيب المغرب ان شاء الله تعالى وغيتعود. هذاك تربيه كما كان ربهم على الصلاه. قال صلى الله عليه وسلم عن الاولاد: علموهم الصلاه لسبعين واضربوهم عليها لعشر. الصلاه عند 7 سنين حتى 10 سنين، لكن الصيام عنده علامات البلوغ. والحمد لله احنا في التقاليد والعادات المغربيه كنعلموا وليداتنا وبنياتنا الصيام من الاول. في الاول كنقول لها تصوم غير نص نهار، من بعد تصوم نهار ونهار لا، وملي كيصوم كنحتفلوا به. البنيتات كنتقبوا لهم ودينتهم، كنلبسهم واحد اللباس جديد، وكنهزوا فوق العماريه، نوع من الفرحه والسرور. هذا تقاليد وعادات جميله ينبغي ان نحافظ عليها في بلادنا. كذلك الوليد ملي كيصوم كذلك كنشدوا لي واحد الجلابه وواحد البلغاء، وربما نفرحوا بين يركب فوق الحصان ونصوروه مع العائله والام ديالو تزغرت ساعدي ولدي ولا راجل. هذا كلها فرحه وسرور، تقاليد جميله من باب التشجيع على 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 الصيام. وان شاء الله يكون كل خير، وربي سبحانه قال لنا لا يكلف نفسا الا وسعها. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.